السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سلام الله عليكم اخواني متابعي قناة دروس تقنية المعلومات، مرحبا بكم، سعيد جدا بلقائكم والتواصل معكم مرة اخرى في هذه الحلقة والتي تأتي دائما في اطار ما تعاهدنا على تقاسمه من مجموع حلقات حول موقع مسار التربوي لتدبير مؤسسة التربوي بالمغرب. وحلقة اليوم ستكون بعنوان طريقة استرجاع كلمة المرور الدخول إلى موقع مسار بالنسبة للإطار الإداري والإطار التربوي على حد سواء، حتى إذا ما لا قدر الله ضاعت منك أو نسيتها في وقت من الأوقات ستتمكن بهذه الطريقة السهلة واليسيرة من استرجاعها وقدرة على الدخول إلى موقع مسار والاستفادة من مميزاته الكثيرة. نتجه مباشرة إلى موقع مسار ونحاول الآن، سأقوم بالدخول إلى الموقع. طبعا سأفترض أن طبعا أنا لدي كلمة مرور صحيحة، سأدخل إلى الموقع ثم من داخل الموقع سأبدأ شرح ما أريد أن أتقاسم معكم في هذه الحلقة. إذا الآن نحن داخل موقع مسار، يفترض بك عندما تستلم مهمتك الإدارية أو التربوية في وزارة التربية الوطنية أنك ستحصل على كود، على بريد إلكتروني ينتهي ب@تعليم.ma وعلى كلمة مرور للدخول إلى موقع مسار وتدبير أمورك من خلاله. إذن عندما تستلم المهمة لأول مرة وتستلم هذه المعلومات التي تمكنك من الدخول، يجب عليك أن تذهب إلى هذا المكان حيث توجد أيقونة الصورة الخاصة بك، تضغط هنا وتنزل إلى الأسفل. لاحظ هنا يوجد الملف الشخصي، تضغط على الملف الشخصي، وما إن تظهر هذه النافذة، نافذة الملف الشخصي، حتى تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بك، ليس البريد الإلكتروني المنتهي ب@تعليم.ma أو إن البريد سواء كان على جيميل أو كان على ياهو أو أي موقع آخر، المهم أن يكون بريدا شخصيا غير ذلك الذي حصلت عليه من وزارة التربية الوطنية. سأقوم الآن أنا بإدخال ذلك البريد. إذا قمت بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بي، ثم تقوم بإدخال رقم الهاتف الشخصي الخاص بك، سأقوم بإدخاله الآن، وتضغط على حفظ المعطيات. هذه العملية طبعا تقوم بها منذ البدء، منذ استلامك المهمة أو الآن قبل حتى أن تضيع منك كلمة المرور أو تنساها. قم بهذه العملية الآن، إذا لقد تم حفظ المعطيات بنجاح. جيد، الآن سأقوم بالخروج من البرنامج بالضغط على أو الموقع بالضغط على الاسم الخاص بي في هذا المكان ثم أضغط خروج. جيد، الآن وبعد أن خرجنا من الموقع سأفترض أنني قد ضاع مني الكود الشخصي الذي لدي أو نسيته أو شيء من هذا القبيل وأريد الدخول إلى موقع مسار. يكفي أن أقوم بإدخال البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه من وزارة التربية الوطنية والمنتهي ب@تعليم.ma ثم حتى دون أن أضع أي شيء هنا في الكود وأضغط على استرجاع كلمة المرور. الآن كل ما علي هو أن أقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بي هنا وهو اسم مستخدم، ثم كيف تريد استرجاع كلمة المرور، إما عن طريق البريد الإلكتروني فتختار تضغط هنا وتكتب البريد الإلكتروني الخاص بك، أو تختار الهاتف وتقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك ثم تضغط على تأكيد، فسيصلك الكود الذي نسيته أو الذي ضاع منك إلى جهاز الهاتف الخاص بك وتقوم باستخدامه للدخول على موقع مسار مرة أخرى، أو طبعا سيصلك على بريدك الإلكتروني إذا ما قررت أو فضلت استخدام هذه الطريقة. إذا لديك طريقتان، لكن شرط أن تكون قبل ضياع كلمة المرور قد قمت بهذه الإعدادات التي قمت بها قبل قليل، وهي إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. إذن بهذه الطريقة ستتمكن ولا شك من استرجاع كلمة المرور التي ضاعت منك في حال ضياعها في المستقبل، ولن تجد صعوبة في دخول منظومة مسار. أرجو أن يكون ذلك مفيدا لكم أيها الإخوة العاملون في وزارة التربية الوطنية بالمغرب والعاملات كذلك. شكرا لبقائك معنا إلى هذه اللحظة. إذا أعجبك الفيديو وجدته مفيدا، لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء
حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. ونضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة والتي ستكون ولا شك عن موقع مسار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.